السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصور لكم النهاردة المرسيدس الجي ال اي 450 الشكل الجديد 2019. دي العربية من برا، دي الفوانيس الجديدة بتاعت مرسيدس اللي شفناها على الاي كلاس اول مرة. التصميم الجديد بتاع مرسيدس، طبعا العربية من ورا ما شاء الله واسعة جدا، وطبعا الخامات لا تعليق، خامات مرسيدس. دي الشنطة كهربا طبعا. في تحت هنا الاستبن والسفات الأولية، شوية اكسسوارات. طبعا بيقفل من هنا. ده المقصورة من قدام، ده الباب. طبعا قاعدة مرسيدس تحكم الكراسي في الباب، وفي هنا اوبشن انت تتحكم في الكرسي بتاع الراكب. طبعا الشنطة بتفتح من جوه. ده الطابلو الجديد بتاع الجي ال اي. طبعا عندنا هنا الإضاءة والهاند بريك والفوج لايتس. ده هنا الباد الجديدة بتاعت مرسيدس اللي بتتحكم في الشاشة من خلالها، وده عشان تسند ايدك عليه. هنا في شاحن وايرلس، في منافذ يو اس بي تايب سي. ده تحكم التكييف، دي فتحات التكييف. تصميمها مش عاجبني قوي، عاجبني التورباينز اللي زي موجود في الاي والاي كلاس. طبعا الشاشة هنا عدادات بالكامل، طبعا مش شغال. طبعا هنا الشاشة شغالة تاتش سكرين وبتشتغل من الباد دي، فيها نافيجيشن، واعتقد فيها ال ام بي يو اكس هاي مرسيدس. مش عارف مش شغال او ما فيهاش. ده الدركسيون، وفي هنا المفروض ان انت تتحكم في الشاشة من الجزء اليمين، والشاشة دي ممكن تتحكم فيها من هنا برضو من الجزء التاتش ده، يتحكمك في الشاشة دي. يعني لو دوسنا هوم المفروض من هنا، او مش عارف، تقريبا الدركسيون مش شغال عشان مفيهاش كهرب. ده زرار الستارت ستوب، وده التحكم في التكييف. وهنا طبعا فتح السقف بانوراما. بشكل عام طبعا هي افضل بكتير من الجيل اللي قبله، بس انا حاسس ان الفئة دي يعني مش اعلى حاجة، فممكن يبقى في اعلى من كده. طبعا في هنا المثلث بتاعت البلايند سبوت بس. ودي كده العربية بشكل عام. المفروض ان الجيل دي حوالي حسب المواصفات انها 2000 سي سي، تيربو طبعا 367 حصان، وعزم 500 نيوتن متر. طبعا فور ماتيك ودفع رباعي بس. ودي كده العربية بشكل عام. الجنطة ده الجنطة 19 بس. أتمنى الفيديو يعجبكم، وانتظرونا في فيديوهات أخرى إن شاء الله. شكرا.